التشخيص المبكر مهم جدا من ناحية الأشياء المترتبة على الطفل نفسه أو على الأسرة وكذلك على المجتمع. من ناحية الطفل يعني التشخيص المبكر سيتلقى العلاج المبكر والتهذيب السلوكي الذي يحتاجه، فيتقلل الأضرار المترتبة على هذا الاضطراب من ناحية التأخر الدراسي أو المشاكل في العلاقات الاجتماعية وكذلك إنجاز المهام. أيضا تقليل الآثار المترتبة على الأسرة، فكثير من الأسرة يحدث لديهم مشاكل كبيرة أسرية بسبب سلوكيات هذا الطفل. كثير يعتقد أنه بسبب الطفل يفعل هذه السلوكيات بسبب سوء التربية أو عدم الاهتمام، بينما هو قد يكون له أسباب عضوية تدفعه إلى هذه السلوكيات. الشيء الثالث أيضا التشخيص المبكر له يجنب المجتمع الآثار المترتبة من على هذا الاضطراب من ناحية عنف الطفل أو أنه خروجه من المدرسة مبكرا وما إلى ذلك من هذه المشاكل.